كل مرة تطفو إلى السطح أخبار وخفايا تعود لشركات وعقودها ومشاكلها مع منتسبيها. مطار بغداد، أمن المطار يعود ضمن مسؤولية إحدى الشركات الأمنية السابقة التي أخرت رواتب منتسبيها أشهراً. وقفوا يطالبون بحقوقهم دون جدوى. رواية يرويها الممثل عن منتسبين المتضررين بأنهم طالبوا كثيراً ما تأخر من مستحقات، بل حتى أنهم وجهوا كتباً رسمية إلى جهات حكومية لأجل حل قضيتهم المالية. تطور الأمر أكثر حتى تفاجأوا بفسخ عقودهم دون سابق إنذار كما يقول صاحب المناشدة، والآن يواجهون مصيراً مجهولاً، ضرر مادي ومعنوي، والقادم ليس معلوماً إلى الآن حسب ما يقول جبريل الذي جاء إلى برنامج مع رفيف الحافظ يطرح قضيته ويناشد الجهات الحكومية العليا لحل مشكلته وزملائه الثمانون. فراس غضنفر، آي نيوز.